طيب نطمن بشكل اكبر على فريقنا هناك في اسكندريه. نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي ومتواجد في مقر اقامه الاهلي في اسكندريه عشان نطمن من خلاله على كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق. يا فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك يا امير، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم ان شاء الله يكون موفق ويوم سعيد على كل جماهير النادي الاهلي. هي مواجهه سموحه ان شاء الله اللي هكون على استاد الاسكندريه في تمام الساعه 9 بمشيئه الله باذن الله. يا فاروق طمنا بقى على الفرقه، ايه اخر الكواليس اللي عندك؟ محاضره موسيماني النهائيه للاعبين هل ابتدت ولا لسه؟ مواعيد التحرك، كل حاجه بتتعلق باجواء ما قبل المباراه يا فاروق. يعني خليني اكلمك يا امير ان في هذه الاثناء مستر رابيتسو موسيماني بيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين. طبعا هو كان عقد محاضره بالفيديو بالامس امير زي ما استعرضنا واتكلمنا في مران الامس على محاضره بالفيديو للاعبين على ايجابيات وسلبيات مباراه بيراميدز وايضا بعض المباريات الخاصه بفريق سموحه في الفتره الاخيره. في هذه الاثناء مستر رابيتسو موسيماني طبعا من خلال المحاضره طبعا بيعلن التشكيل الرسمي على اللاعبين، بينبه على التعليمات الاخيره للاعبين. شفناه امبارح في بالامس يا امير في المران الاخير بيحاول ينوع شويه في التكتيك بتاع مستر بيتسو موسيماني، يحاول ينوع شويه في تعدد المحاور الهجوميه والكرات الثابته واستغلال التسديد من خارج المنطقه، كلها امور فنيه مستر بيتسو موسيماني بيشتغل عليها. طبعا النهارده يا امير اللاعبين تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3. التحرك لملعب المباراه يكون في تمام الساعه 7. من الامور المهمه طبعا يا امير انت زي ما اتكلمت على موضوع محمد الشناوي، كان ليه حديث مع الدكتور احمد ابو عبله الطبيب للنادي الاهلي، قال الامر عادي جدا وبسيط جدا وما كانش فيه اي مشكله خالص. طبعا هتبقى فيه يا امير انت عارف خلاص انت بتقبل على المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا كل يوم او كل في اليوم ممكن تلاقي اكتر من اشاعه. على فكره الكابتن سيد الكابتن سامي الامور دي كلها هم خلاص مستوعبينها، عارف النادي الاهلي كل ما بيقرب من مباراه نهائيه بتلاقي اشاعات كتير بتكتر هنا بتكتر هنا. لا استنى بقى فاروق عشان النقطه دي مهمه جدا، استنى عشان النقطه دي مهمه جدا، لان احنا عارفين ان امبارح يعني شيء بالشيء يذكر زي ما انت اتكلمت كده، كان كلام طلع ان حصلت مشاده في مران الاهلي ما بين الشناوي ومحمد شريف وخناقه وكلام من ده. انت واحد كنت موجود في التمرين امبارح وحضرته بالكامل، قول لنا ايه اللي حصل؟ هل في حاجه من الكلام ده فعلا حصلت ولا ما حصلتش وده مجرد اشاعات طالعه على النادي الاهلي في فتره صعبه جدا على فريق زي دي؟ خليني يا امير اكلمك في نقطه مهمه جدا. يعني من خلال قناه الاهلي ومن خلال مركز الاعلامي النادي الاهلي الجميع بيتعامل بمنتهى الشفافيه ومنتهى المصداقيه. يعني انا بقول لك يا امير ما كانش في اي امر تماما لا خلافات ولا في اي امر، يعني مش من باب النقاش او ان احنا نتكلم فيها، لان الامر ما كانش في اي شيء خالص. طبعا انت عارف يا امير انت بتقدم على مباراه مهمه، بعض الجماهير طبعا بتستكتر على جماهير النادي الاهلي او بتستكتر على لعيبه النادي الاهلي انها تلعب نهائي بطوله افريقيه. انت عارف ان دي يعني ايه بتاع كل سنه طبعًا. قبل نهائي افريقيا طبعا عايز يشغلك شويه عن مباراه الدوري، مش عايزك ان انت يعني تقلل الفارق في مباراه الدوري، عايز يضغطك شويه. فانت هتلاقي من هنا اشاعه من هنا اشاعه، كل يوم بتلاقي اشاعه يا امير مختلفه. لكن طبعا الكابتن سيد والكابتن سامي وشخصيات لعيبه النادي الاهلي ودور بس مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين انه بيفصل اللعيبه عن هذا الامر تماما. هو طالب اللاعبين بالتركيز التام من اول دقيقه لاخر دقيقه، طالب اللاعبين يعني ناخد كل مباراه في المباراه الدوري مباراه يعني لحالها، ثم يعني نقفل الملف الافريقي والاستعداد المباراه الافريقيه. طبعا صفحه مباراه بيراميدز قال لاعبين ركز في مباراه سموحه، مش عايزين نلتفت للاشاعات. جماهير النادي الاهلي مطلوب منها يا امير دلوقتي لا تلتفت للاشاعات اللي بتتقال في كل مكان. طبعا احنا مش عايزين نتكلم في امور، لان اعتقد جماهير النادي الاهلي عارفه كل الامور وعارفه ان من خلال امير قناه الاهلي بتعامل بكل المصداقيه. الامور كلها بتبقى يعني ما فيش حاجه بتستخبى امير، يعني الامور كلها بتبقى متاحه، الامور كلها موجوده لك بالظبط امير. لكن هي انت عارف المسلسل بتاع كل سنه قبل بطوله، لكن كان مهم بالنسبه لنا ان احنا نوضح لجمهور النادي الاهلي، وده دور قناه النادي دايما. ومن خلالك انت واحد كنت موجود كمان في التمرين، ممكن كلنا نعرف نوصل لمعلومات ونعرف نقول يعني انفرادات وكلام من ده، لكن في نفس الوقت ناخد من واحد كان شاهد عيان على المران بالكامل وهو فاروق صلاح زميلنا العزيز، واللي نفى تماما ما حدث او ما قيل عن مشاده في مران الاهلي. نركن الجزئيه دي على جنب لان احنا عندنا الاهم بصراحه من الاشاعات دي وهو ما يتعلق بمباراه اليوم. طمني بقى بشكل نهائي على اخر الامور وكمل يعني كلامك عن مباراه اليوم يا فاروق.
ده احنا قبل ما نركن الامر ده يا امير، ده هي بعض الاشاعات بتطلنا احنا كمان ان احنا يعني قالوا ان احنا تناقشنا في هذا الامر في المداخله اللي كانت بيننا امس. طبعا الكلام ده لم يحدث يا امير. خلينا طبعا زي ما انت قلت يا امير نتكلم على المباراه واهميه المباراه. طبعا مباراه مهمه جدا. مستر بيتسو موسيماني خلاص يعني مركز جدا مع اللاعبين في اجتماعات ثنائيه ما بينه وما بين افراد الجهاز الفني، بقى مع الكابتن سيد، مع الكابتن سامي، مع كيفن جونسون، مع كابيلو. طبعا الامور المهمه جدا اللي بتميز فريق النادي الاهلي، تعرف اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي، اتكلم في النقطه ديت واتكلم في ان فريق سموحه واحد من الفرق اللي متوسط اعمار اللاعبين شباب، فعندهم المعدلات الجري والمعدلات البدنيه طبعاً كويسه طبعاً. جدا ايضا كابتن احمد سامي طبعا هيضيق المساحات امام فريق النادي الاهلي طبعا زي ما عمل في المباراه الاولى. طبعا هو بيواجه النادي الاهلي هيلعب على المرتدات. وخليني برده امير واحنا بنتكلم على المباراه وعلى استعدادات فريق سموحه اقول لك التشكيل المتوقع لفريق سموحه لهذا اللقاء طبعاً. هيكون الهاني سليمان في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع، محمود البدري ورجب نبيل في اليمين، أطهر الطاهر في الشمال، شريف رضا، اثنين في دايرة المنتصف، أحمد حمص ومحمود حليمو، قدامهم ثلاثة عبد الكبير الوادي، أحمد حمدي عبد القادر ومصطفى فتحي، وفي الأمام الأوغندي ديريك نيسيامبي اللاعب الأوغندي. ده التشكيل المتوقع لفريق سموحة. لكن برضو زي ما بقول لك يا امير، التركيز اللي عند لعيبه النادي الاهلي، الثقه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، شخصيات لعيبه النادي الاهلي في التعامل مع هذه الامور، امور بتسهل جدا على الجهاز الفني بالزبط. التعامل والتحضير النفسي وتجديد الدوافع للعيبه النادي الاهلي اعتقد كلها امور بتسهل على اللاعبين. وايضا وجود الكابتن الخطيب بالامس في المران اعتقد كان نقطه ايجابيه جدا لكل لعيبه النادي الاهلي يا امير. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق، زميلنا العزيز فاروق صلاح من رئاسه قناه الاهلي مقر اقامه الفريق في اسكندريه، طمنا على كل الامور اللي بتتعلق بالاهلي قبل